السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في كورسنا في حلقة جديدة إن شاء الله. النهاردة هتكلم على الـ if statement. قبل ما أتكلم عن الـ if statement، في حاجة حبيت أتكلم عنها اللي هي الكومنت. الكومنت يا جماعة، دلوقتي مثلا لو عندي حاجة أنا بكتب في كود، تمام، وفي زميلي هيكمل على الكود، تمام، فأنا زميلي هيدخل هيشوف الكود ممكن ميقاوموش. الكومنت ده بقى عبارة عن حاجة بتعرف بيها الجزء اللي انت كاتبه، ولما بتيجي ترن الكود ما بيشوفهاش اصلا، بس هي بتبقى مكتوبة بس في شكل مبرر. دلوقتي مثلا انا عندي هنا انت ايش هيساوي 15 او مش 15. دلوقتي انا عايز بس اعرف اللي هيشوف الكود ان ده الايش. هنا كومنت هعمل سلاش هكتب مثلا هنا this is my age، يعني ده عمري، تمام. هنا لما تيجي ترن الكود مش هينظر اصلا للسطر ده، تمام. طب انا دلوقتي لو عندي اكتر من سطر هكتب فيه الكود، هعمل كده هكتب الكود دلوقتي الكومنت بتاعي ان كان ايه بقى بلا بلا بلا، تمام، واجي اجيب كده خلاص. لكن انا لو ما نهيتش يا جماعه بالستار هيعتبر كل تحتيه طلع الكومنت، فلازم نجي كده. بس انا كنت حابب اتكلم عن الجزء ده، تمام. هكمل معاكم النهارده ان شاء الله في جزء اللي هو ايه بتاع الاف ستيتمنت، تمام. يعني انا مثلا لو عندي حاجه مش عارف اذا كانت الحاجه دي تبع الجزء ده او الحاجه تبع الجزء ده، انا محتار، تمام. فانا هعمل تشيك، هعمل زنزل تشيك بفحص، تمام. مثلا هنا عندي هقول انت النمبر يساوي 10. دلوقتي انا دلوقتي عايز لو كان الرقم ده اكبر من 10 اعمل لي كذا، ولو مش اكبر من 10 اعمل لي كذا. فانا هعمل مثلا امشوا معايا خطوه خطوه يا جماعه، هكتب اف، تمام، افتح القوسين اكتب مثلا النمبر اكبر من 10. يعني انا بقول له لو الرقم ده اكبر من 10 اطبع لي كذا، برنت جريتر زان 10، تمام. هجران في كوسه يا جماعه هنا زياده، طيب لا 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 مفيش حاجه زياده بقى، بس هو من الاول بيقول لك سيمكولون اكسبكتد تو فايند سيمكولون، ومتهيألي الكود مفيهوش حاجة غلط، تمام. اكسبكتد سيمكولون ان لاين 6، ينفذ هنا يعمل تشيك على الجمله دي ما لقيش الشرطه ما اتحضرش، عشان كده ما طلعش. لا يا جماعه ده مش ايرور، تمام، هو كان جاب لي الموضوع. طب دلوقتي مثلا برضو يعني هي الحته دي هتساعدني ان انا اوصل لكم معلومه. هو هنا طب الشرطه ما اتحضرش ما طلعليش حاجه، طب انا دلوقتي عايز اقول له طيب لو مش كده، يعني لو مش اكبر من 10 هكتب بس، تمام، واعمل برنت مثلا زان 10 وعامل سيمو كل، تمام. هو ايه اللي حصل يا جماعه؟ اللي حصل هو انا دلوقتي عندي بوكس، تمام، حاطط فيه قيمه 10، فانا عايز اعمل تشيك على القيمه دي. فانا بقول في قيمه ما ايا كانت القيمه، فانا عايز اقول لو القيمه دي اكبر من الرقم الفلاني اعمل كذا. طب لو الشرط ده ما اتحققش خلاص اكس نعمل كذا. يعني انا بقول لو كانت اكبر من 10، تمام، قول لي جريتر زان 10، لو كانت غير كده مش اكبر من 10 قول لي نوت جريتر زان 10. يا جماعه هي 10، هي القيمه 10 بس مش اكبر من 10، انا ممكن اقول له اكبر او تساوي، تمام. انا رن طلع لي جريتر
طب ازاي انا 10؟ ليه؟ هنا دخل، هي الرقم ده اكبر من او يساوي 10؟ ايوه نعم، اكبر او يساوي ال 10، فطلع لي ده. تمام؟ طيب لو في بقى عندنا اكتر من حاجه، لو في اكتر من حاجه، يعني لو كانت كذا اعمل كذا، طب لو كانت كذا اعمل كذا، طب لو كانت كذا اعمل. تمام؟ اقول مثلا هنا عندنا اف نمبر هتساوي 30. تمام؟ اقول هنا اف لو كان النمبر اكبر من 20 تعالي بمتريتر زي ما عشان برنت جنيتر رام 20. تمام، في شرط تاني اقول اكس اف لو كان مثلا نمبر مثلا اكبر من 70، اقول هنا برنت نمبر جنريتر زام 70. تمام، باجي خلاص كل الشروط اللي عندك عملتها بقول اكس، باجي لو الشروط كلها ما اتحققتش تبقى اعمل لي كذا برنت زير تمام. هنا في ايرور يا جماعة. تمام، بص يا جماعة، طب انا هحكيلكم اللي حصل. انا دلوقتي جبت بوكس حطيت فيه قيمة 30، حطيت في القيمة معاك، فأنا دلوقتي عايز أتشيك على البوكس ده، فهقول له مثلا لو القيمة دي أكبر من 20 يعمل لي كذا، لو كانت أكبر من 70 يعمل لي كذا، لو ما... لو كل الشروط اللي فوق ما اتحققتش يعمل لي كذا. تمام؟ طيب هنا دخل الرقم ده أكبر من 20، أيوه جريتر زان، خلاص خلاص كده خلص الوضع. طيب ماشي، دلوقتي أنا خدت 10. تمام؟ خليت 10 ورنيت. العشرة دي أكبر من 20، ما تحققش. طيب نروح اللي بعده، العشرة دي أكبر من 70، لا ما ينفعش. روح بقى حقق إيه؟ اعمل لي الإكس بقى، يلا جزير R and error. تمام؟ إن شاء الله يا جماعة الجزء بتاع الكونديشن في أكتر من جزء. تمام؟ فإحنا اتكلمنا عن الجزء بتاع الإف، في جزء تاني بتاع اللي هو إيه؟ سويتش كيس. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على السويتش. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.